إيه وصلنا وصلنا كوجينتنا وصلت كوجينة الجوالة وصلت السوسة سوسة جوهرة الساحل شوفوا بعضنا بعد الجينيريك حضرات النظارة أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم في سوسة سوسة جوهرة الساحل اليوم بالكوجينة المتنقلة جينا باش نطيبوا قدام المتحف بتاع سوسة أشكون ما يعرفش المتحف بتاع سوسة إذا ما تعرفوهش يجوا زوروه خارق العادة عندهم حاجات حلوين برشا إذا أشكون منا طيب قدام المتحف إلا إحنا إلا كميونة الشيف دو ونذكركم حاجة اللي بالاثنين نشوفوا خير اذا ايش باش نطيبوا اليوم ايش باش نطيبوا هذيك السؤال اللي يتقال كل صباح في رمضان ايش باش ناكلوا اليوم ايش باش نطيبوا اليوم يا راجل ايش باش نطيبوا جيب لي كذا وجيب لي كذا اليوم عندنا نصايح باش نعطيهم لكم اللي هما حاجتين واصيلي سوسه اللي هي سلطه بالود القمره وجبن ومن بعد سردينه محشيه أشكون ما يعرفش السردينة المحشية نتاع سوسة إذا نشوفوا بعضنا في الكميونة حضرات النظارة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى توا دخلنا للكوجينة وباش نبداو نطيبوا حاجتين كما قلت لكم اللي هما سردينة محشية وسلطة ورد القمرة باش نبداو بالسردينة المحشية نشوفوا مقاديرها على الشاشة ونرجعوا لكم سردينة محشية لهذا نستحقوا كيلو سردينة حارة عظم 100 غرام شابلور قطة معدنوس مغرفة نتاع قهوة قرفة شوية زيت 100 غرام فارينة زوز بصلات زوز سنون ثوم وشوية نعناع شايح ملح وفلفل أكحل شفنا مقادير السردينة المحشية على الشاشة توا باش نتوكل على ربي ونعملوها ماذا بكم كيما تشوفوا هنا السردينة تكون كبيرة شوية مش هكا صغيره بالكل هكا الكبر هذا خارق العاده وتو وقته داير قسينا راس السردينه وفرغناها وتو باش نحيو لها السلسول نتاعها نمشيو شويه هكا ونغرقوا بالسكينه حتى نوصلوا للسلسول على اليمين وعلى اليسار من السلسول نغرقوا بالسكينه هكا هو حتى باليدين وكان تجي تشوف حتى بصوابعكم تجمع خاطر السردينه طريه وما نخافوش منها دونك ناخذوا هكا ونجبدوا السلسول فاسيلمون هكا 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 حتى يتنحى السلسول كامل وعندنا الفيلين تاع السردينه فيلي السردينه اللي هو موجود هكا شفتوا فيلي سردينه اللي باش نحطوا الحشو فيه ونسكروه ونلفوه ونشوفوا من بعد باهي نعملوا الثانيه كما تحبوا كيف نغرقوا بالسكينه على اليمين وعلى اليسار من السلسول هكا شوفوا حاولوا ماكسيموم باش نوري الكاميرا باش تنجموا انتم تشوفوني فوالا السلسول نحينا الطرف نتاعو القدامي ومن بعد نقعدوا نجبدوا بشويه اي فوالا عندنا الفيلي موجود هكا
نعمل الثالثة ويظهر لي الريزيرف الكل عملناها كيف كيف. نغرقوا على اليمين وعلى اليسار بالسكينة، نغرقوا نحيو السلسول هوب. عملنا هكا، نجبدو بشوية بشوية السلسول وهكا عنا فيليه كما تشوفوا هكا. بعد باش نحضروا الحشو متاعو نسكروا عليه ونلفوه وتشوفوا من بعد كيفاش نعملوا. توا نتعداو باش نعملوا الحشو متاع السردينة. نبداو الحشو متاع السردينة هذه المحشية المعدنو الثوم، سامحوني الثوم، نقصوه جويد جويد باش يجم يندمج في الحشو. هكا حضرنا المعدنوس والبصل. شوفوا البصل رابي، شفتوه رابي، معناها حطيته في الحافة في الراب وعملته رابي هكا. شوية معدنوس، نفوحوا بشوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية نعناع شايح هكا، نحكو نعناع يتحك هكا فوالا. شوية هريسة، الهريسة لازم منها بيان سور. ها هكا مازال كان باش نحطو شوية قرفة، تحطوش برشا القرفة لخاطر قوية، شوية قرفة. خلطوا هذا الكل مع بعضه. هو في الحقيقة وكان عملنا هريسة شايحة يسميوه الفلفل مدشش خير من الهريسة النورمال العربي، نجموا نفرقوه خير في الحشو. مع هذا نكسروا عظمة كسروا عظمة ونخلطوها. حاجتين تنجموا تعملوهم، يا تاخذوا خبز قديم نتاع البارح تنفخوه في الماء وتعصروه وتحطوه، والا ناخذوا شويه شابلور جوست باش تلم الحشو هذاك الشابلور. نزيدوا نحطوا شويه اخر فوالا، وهكا عندنا الحشو جاهز. فوالا هذا نحطه هنا، وعندنا السردينة ديجا حاضرة، عندنا العظم ركتوه، وعندنا الفرينة هذا الكل ما عادش حشنا بيه، حطوه على جهة. عندنا ثلاث حاجات دونك، الحشو العظم والفرينة. نصفوا ثم نعملوا ذريبة نظافة، هذا يجوز النعناع طار شوية، الدنيا ريح شوية هنا. دونك نصفوا السردينة متاعنا، شفتوا مرات يقعدوا طروفة زايدين هذوما، يلزمنا نقصوهم هكا
خاطر فيهم الشوك، وواحد وقت ياكل الكعبه يجم يتقلق في الماكله. ها هذوما نحيوه ولا يلا جه. دونك قلنا نصفوا كعبات سردينه، هكا ونملحوهم شوية، فلفل أكحل ونعملوا عصيرة قارس كما الغناية الفرنسية، وعصيرة قارس يلا. فوالا هكا. دونك عملنا ملح فلفل أكحل وشوية قارس، نحطوا الحشو على طول الحوتة، ايوا فوالا عملنا 5 كعبات. توا نلويو الكعبة ونسكروها، نجمو نعملو هكا الطريقة هذه، ونجمو نعملو بالطريقة هذه زادا، تنجم تكون الطريقة نتاع لويان هكا كعبة سردينة بالطريقة هذه فوالا هكا زادا تنجم تكون، معناها طريقتين هكا ولا هكا، حتى هكا حلوة. احنا نرجعو للتقاليد، التقاليد نتاع سوسة يعملوا هكا هكا ولا قولوا لي قاعدين تتبعوا فيه ولا حبكم تتبعوني، وكي الكراسة نمرو 24 موجودة يلا اون كونتينيو. ونحطوها هكا لهوثوها في العظم، بعد في الفرينة هذه اللي خارجة على الموضوع. الى اخره نكملوا السردينه نتاعنا ملفوفه هك. توا باش نلفوا في الفرينه، خليوها في الفرينه من بعد ننفضوها ونقليوها. هذه السردينه المحشيه وما ادراك. ان شاء الله عجبتكم. تو باش نغسل يدينا ونبداو نقليو هكا ولا نقليو نقليو السردينه المحشيه. توا باش نقليو السردينه نتاعها نطبطبوها هكا شويه، نحطوها في القليان، عملناها رولي تنجح خير، بدلنا شفتوا رولي هكا تنجح خير. اذا نقليها بشوية بشوية حتى تسمار شوية، هكاكا سيتاسيني اللي هي تقلات.
احنا نحاول ديما مرات الروسات التقليديه اللي موجوده في تونس نحاولوا ديما نبدلوا لهم يا الشكل نتاعهم يا الفاح نتاعهم يا حاجه باش تعطي مطعم وثوب جديد كما يقولوا. هذاك اللي حبيت نقول لكم، خاطر الكعبه السردينه وقت ملويه على طول ولا هكا ملويه يظهر لي المطعم هو بيدو، الحشو هو بيدو والسردينه هي بيدها. اذا نخليوها تتقلى حتى للاخر ومن بعد نرجعوا باش نعملوا الصوص نتاعنا. حبينا باش نعملوا شويه صوص طومات اللي من بعد السردينه باش ترجع فيك الصوص طومات هذيك. نبداو نسخنوا الزيت، زيت زيتونه بيان سور، ونقليو فيه شويه بصل. نحطوا شويه ثوم. قطعنا الطماطم أو كوب هكا نصبوها خليوها تتقلى حتى تقرك الماء نتاعها. فوالا نعاونوها زراقي رند صغار هكا يعطيو مطعم ياسر، رند ديما يعطي مطعم. شوية هريسة نحرحروها نعاونوها بشوية طماطم معجونة مش برشا يزي هكاكا، تتقلى الطماطم معجونة مع هذا الكل. اون فوا قليناها هكا نزيدوها شي شمع فوالا، ونخليو تهز الغليه نتاعها. لكن قبل هذاك الكل نعطيوها شويه ملح وفلفل اكحل. اي فوالا هكا تحصلنا على صوص طومات. الصوص طومات هذيا من بعد اون فوا هزت الغليه نتاعها وقررت الماء الزيت نتاعها باش نحطوا فيها السردينه اللي هي قليناها موجوده هنا. السردينه هذيا المبطنه كمل تطيب شويه بركه في الصوص طومات. هكا عملنا السردينه المحشيه، توا باش نتعداو لسلطه ولد القمره بجبن. نشوفوا مقاديرو على الشاشة. سلطة ولد القمرة بجبن، لهذا نستحقوا كعبة ولد القمرة، 150 غرام فرماج كريمي، نص قطة معدنوس، شوية نعناع شايح، ملح وفلفل أكحل. شفنا السلطة، المقادير نتاع السلطة على الشاشة. توا باش نعملوا الواحد السلطة هذه، سلطة ود القمرة. ناخذوا شطر كعبة ود القمرة هكا ونقصوها بالموندولين، هذه تسمى موندولين، اللي تقص جراير جويدي. شفتوا كيفاش قصيناهم جويدين؟ ها نواصلوا القصان نتاعنا. اي فوالا هكا نجمو من بعد نقصوهم اون لانيير كيما الطلياتيلي اللي تردوها، معناها تظهر مقارونة خضراء، مقارونة خضراء هكا. شفتوا نقصوها هكا توا بطول، حطوها في البول نتاعنا من بعد كيف هذيا، نقصوها على ثلاثة تولي كيما الرشتة، أما رشتة خضراء، رشتة بالود القمرة. ها شقاولكم هاي
اش قولكم في الود القبره هذا؟ قصيناه جويد جويد، شفتوا وقت قصيناه بالموندولين، شوف ليبيسور نتاع الورقه قداش. معناها جويد جويد اللي هذا بالسكينه يذنو بك نجمو نعملو. دونك نحاولوا باش نقصوه دو سيت مانيير لا. هكا هنا دائما به هذا ود القمره قصيناه باش نملحوه شويه. من جهه اخرى باش نعملوا الصوص نتاعنا اللي هي تتكون، عرفتوا الكريم تشيز اللي يتباع في باكوات، ما نحبش نقول الماركه نتاعو، يتباع في باكوات واللي تحطوه على التفتين هذاك الكريم تشيز، هو هذا الكريم تشيز اللي باش نحطوه، نحطوا مغرفه منه في وسط البول، ونحطوا شويه كريم فريش، ونقطعوا باش نرجع شويه للتالي، نقطعوا شويه نعناع. نعناع باش يعطي نكهه بنينه مع الفرماج مع الجبن هذاك. نقطعوا النعناع جويد جويد قد ما نجمو، اجود ما ممكن. ها فوالا هكا حصلنا على النعناع به. هذا الكل دونك كريم فريش كريم تشيز، ندوروهم نزيدو شويه ملح مش برشا وشويه فلفل اكحل وضريبه قارص فوالا. اوترومون دي عملنا الفينيغريت نتاعنا اللي باش نحطو فيها ود القمره هذا، باش نحطو ود القمره ونخلطو كل مع بعضو. نعملو له من بعد وقت نجيو باش نطلعوه نعملو له رشه معدنوس، الرشه معدنوس تعطي منظر زاده حلو وبنين برشا. شوف اب ونخلطو. دونك عندنا معدنوس، نعناع، كريم تشيز، كريم فريش، ملح وفلفل اكحل، وملحنا سالي بواف، ملح وفلفل اكحل ايوا، والكونكومبر قصيناه، ود القمره قصيناه جويد جويد طويل وحطيناه هنا. كان ما عندكمش بيان سور الماكينه هذيا على غالب قصوه رونديلات وجويدين، الرونديلات لازم يكونوا جويدين وتخلطوه بالخليط هذايا، عندك نكهه نكهه الفرماج الكريم تشيز بنينه برشا مع الود القمره. هكا عملنا السلطه نتاعنا، توا باش نرجعوا للصوص وباش نحطوا السردينه نتاعنا، باش نحطوها في الصوص تخلي تتقلى شوي. يلا توا حان الوقت، الصوص نتاعنا وقفت على زيتها خارقه العاده، توا باش نحطوا السردينه اللي قليناها كان ذكروشي اللي قليناها مبطنا فهمتني ولا، باش نحطوها في وسط الصوص هذه. فوالا الصوص الكل نخليوها شويه بركه موجوده في وسطها جوست، فما تبديل مطعم وكحو. معناها كانكم عملتوا كفته وعودتوا حطيتوها في صوص كهو. فوالا نخليوها دقيقتين مش اكثر باش فما تبديل نتاع مطعم. توا باش نزينوا الصحنات نتاعنا وناكلوا بالشفاء. حضرت نظرة هكا دريسينا ولا زينا الصحنات نتاعنا وعندنا ضيف بحذنا لما حاله هو غني على التعريف، اما نخليوه خليكم سيربريز باش تتعرفوا عليه وهو يقدم روحه وحده وحده. مرحبا بك، اهلا وسهلا. يعيشك سي رفيق ومرحبا بك عنا في سوسه. عايشك بارك الله فيك، عايشك. قدم لنا روحك. بوراوي الوحيشي.
أهلا وسهلا. ممثل من ممثلين التوانسة، إن شاء الله ربي يعطينا الوقت الطيب ورمضاننا مبروك وعلى تونس كاملة. وين الثعلب؟ ثعلوب تذكروه في الثعلب، هو الثعلوب هو الثعلوب. أهلا وسهلا، مرحبا بك. احنا شيخين وفرحانين اللي موجودين في جوهرة الساحل سوسة، فهمتني، وبحذا المتحف هذايا العزيز الغالي. حلو حلو برشا، دخلت له وعملت طلة فيه، فريمون حلو حلو برشا. ان شاء الله عجبك بالقدا. لا لا حلو حلو. توا باش نقدم لك لو تسمح الحاجات اللي طيبناهم، اللي هما سلطة ود القمرة، لكن الود القمرة قصيناه جوي جويد، ومن بعد قصيناه كي تلياتلي كيما الرشتة، وخلطناه بك الفرماج اللي نورمالمون يتحط على الترتينه، وشويه كريم فريش، نعناع في وسطه، ملح وفلفل اكحل وهكا، وشويه قارص هكاك. حصلنا على سلطه بنينه برشا. المطعم تاع النعناع ولد القمره مع الفرماج يعطي نكهه بنينه بنينه برشا. من جهه اخرى سامحني سرافي، تفضل نجم نذوق شويه؟ عاد ماكش صايم هكا، شفتو. باهي، من جهه اخرى عملنا حاجه تقليديه من سوسه، اللي هي السردينه المحشيه. لكن هكا ولا يا حسره، تبعنا لا روسات اللي موجوده في سوسه، لكن السردينه ما لويناهاش، ما سكرناش عليها، هكا لويناها هكا بالطول. ايوه قليناها، ومن بعد حطيناها في الصوص طومات، معاها حطينا دي بوموفور، معناها بطاطا مخصوصة دور دور، وبشوية بصل، وحطيناها في الكوشة بشوية زيت من فوقها. هكا عملنا شقنا الفطر نتاعنا اللي ان شاء الله عن قريب، تو مازالت الشمس مازالت قويه، احنا عملناها على بكري، طيبناها على بكري، لكن ان شاء الله نقول للسيد نظار ان شاء الله الاكله هذه ولا الوصفه هذه عجبتهم. انا مازال لي كان باش نرحب مره اخرى سيد بوراوي. يعيشك يعيشك يعيشك, يعيشك. و حبيت تقول حاجه؟ لا، حبيت نقول يعيشك ومرحبا بك في سوسه، واكله سوسه، ورمضان في سوسه، وحياتنا في سوسه جوهرة الساحل. ونذكرك حاجه. نعم سيدي. اللي مع اثنين نشوفوا خير. وين؟ هي الثانيه هكا ولا؟ حضرت نظارة، هكا البرنامج نتاعنا وصل للاخير. نعطيكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس الوقت. نتمنى لكم شهية طيبة، ونقول لكم كما العادة والعوايد، هز يدك اليمين، ونقولوا إلى اللقاء.